باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في آخر أسبوع في السنة لسه الكنيسة بتذكرنا بنهاية العالم، وقالت لنا كده أن اليوم الأخير ده هيبقى يأتي كلف، والناس بقت تخاف. هيجي إمتى؟ كتاب يفرحنا قوي على لسان القديس بولس الرسول في تسالونيكي الأولى 5، يقول لنا كده أنه أنتم تعلمون بالتحقيق من عدد 1 أن يوم الرب كلص في الليل هكذا يأتي، لأنه حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة. نخاف. الكنيسة عمرها ما تدينا رسالة خوف، رسالة فرح ورسالة رجاء. آية 4 تقول إيه؟ وأما أنتم أيها الإخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص جميعكم أبناء نور وأبناء نهار. طيب اليوم مش هيجي لي على غفلة لأن أنا ابن نور، لأني واعي ولأن منتظر العريس كل يوم وكل يوم. بس منتظره بإيه؟ عايز لما العريس يجي الناس تشاوره تقول له ده اللي كان ناجح في كذا، ده اللي كان مليونير ولا مالتي مليونير ولا مالتي بليونير، ولا عايز يقوله ده الإنسان اللي عرفني المسيح، ده الإنسان اللي شفت في المسيح، ده الإنسان اللي شاور لي على المسيح. أبناء النور يشعوا نور في كل وقت، والضلمة ملهاش مكان فيهم. صليها كل يوم في صلاة باكر في يوحنا 1:5 نقول إيه؟ والظلمة لم تدركه، ما تقدرش. تاني مرة بولس الرسول في أفسس 5:8 يقول أنتم الذين كنتم قبلا ظلمة أما الآن نور في الرب، اسلكوا كأولاد النور. أراجع نفسي كده، إيه اللي أنا هقف بيه قدام المسيح؟ فلوس؟ ولا حسابات ولا بيوت ولا مراكز ولا إنجازات علمية؟ كل ده رائع، ولكن اللي هيوصلني للمسيح، اللي هيوصلني للفردوس، ما فعلته لحساب الأبدية. ممكن يكون بعمل كل اللي فات ده لحساب الأبدية، ولكن فين الإشارة الواضحة أننا أبناء النور ومنين ما نروح هذا النور يشارب. تدريبنا الأسبوع دوت أراجع نفسي في الأيام الأخيرة، هقف قدام الملك، هخش لوحدي؟ ما حدش هيخش لوحده زي ما قالوا كتير من القديسين. داخل وكم واحد مشاور له على المسيح، وكم واحد افتقدته، وكم واحد خبطت على بابه، وداخل بغنى جسد المسيح كله. الكنيسة بتشجعنا ان احنا مش عايشين ايام على الارض. اتكلمنا في حلقة سابقة ازاي بيصبق كايام السماء على الارض، ايام السماء حين نفعل اعمال سمائية. قد تبدو بسيطة، مش لازم تبقى حاجة عظيمة قوي. المسيح فكرنا بيقول ان كأس ماء بارد لا يضيق اجره في السماء، بس يكون لحساب الابديه. تاني تدريبنا، راجع نفسك وراجع نفسك. الله بارك فيك وبارك في حياتك بانجازات كتيره جدا في خلال حياتك العمليه، لكن بيقول لي تاني فين العمل الابدي اللي عملته؟ مش بنقول ان العمل ده مش وحش، بالعكس كل نجاح هو من الله، كل عطيه هي من الله. وصلوه القديس يوحنا لينا ايه؟ رغم أن تكون ناجحا في كل شيء كما أن نفسك صحيحة، لكن براجع نفسي ماذا فعلت بالحق بكمال القلب لحساب الأبدية. الأبدية تاني زي ما قال الناس القديسين يتكلم على أنبنطونيوس، داخل معاك مين؟ كل التلاميذ الرهبانة، كل قديس، كل إنسان مدعو في المسيح. على الأقل خش السماء بمراتك وعيالك، خش السماء بجوزك وعيالك، لكن لا نظهر أمامه فارغين. من ايه؟ ان احنا بنقول له ولادك اللي انت تمنتين عليهم ها هم مقدسين ليك وبيك وفيك. كل سنه وانتم طيبين، حياه مقدسه وتبعيه للمسيح واظهار نور المسيح لكل احد.